الانطلاقات مستمرة والتحديات أيضا تستمر مع انطلاقة شوط آخر وهو الشوط الثالث لفئة الأبكار المشتركات الأصائل. انطلاقة متميزة، انطلاقة موفقة لجميع المشاركين. لنندفع ونتابع ونشاهد شواهين محمد بن عبد الله بن علي الدرعي ينطلق على المركز الأول والصدارة الأولى بانطلاقات متميزة باندفاعات ممتازة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك من الجانب بالآخر تنطلق وتندفع حاملة الرقم واحد شاهينية، أو عفوا هناك انطلاقة حاملة الرقم سبعة غير مدونة هنا معنا في الكشف تتواجد على المركز الثاني، أو الصدارة تغير مسارها. هناك شعار بضبيب على المركز الأول والصدارة الأولى. المركز الثاني انطلاقة شواهين محمد بن عبد الله بن علي الدرعي، والمركز الثالث الواعية حمدان بن سعيد الدرعي على المركز الثالث والمركز الرابع أيضا غير مدونة معه في الكشف في هذا المسار والانطلاق والتحديات. ولكن الصدارة الأولى والمقدمة شواهين محمد بن عبد الله بن علي الدرعي. يا سلام على هذه العروض المتميزة، على هذا الأداء الممتاز. بسم الله تبارك الرحمن على هذا الأداء. ما شاء الله ما شاء الله، أداء ممتاز، أداء متميز وعرض استثنائي لمحبي السلالات المتميزة على هذا الأداء. الشاهينية وشواهين محمد بن عبد الله بن علي الدرع. أسعد الله صباحك يا أبو عبد الله على هذا الأداء، أسعد الله صباحك على هذا التحدي. شواهين شواهين محمد بن عبد الله بن علي الدرعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول. المركز الثاني لحظات الوصول على المركز الثاني حامل الرقم واحد عشان احمد بن محمد بن هناك حمد بن محمد راح يحير. والمركز الثالث هناك الواعي حمدان بن سعيد الدرع. التوقيت دقيقتين 9 ثواني 83 جزء من الثاني، دقيقتين 9 ثواني و83 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.